الاستاذ مازن الشداد. الله يعطيك العافيه، ما دامك بالتوفيق ان شاء الله. يعني بتصور الاسئله محدوده جدا ضمن يعني اربع قوانين، يعني مش هالشيء الكبير، لكن قدراتكم اللي انتم استوعبتوها اثناء دراستكم بالجامعه هي اللي بتبين بهذا الامتحان. هذا الامتحان طبعا اللي بنجح بالتحليل بفوت على الشفوي. بتمنى لكم ان شاء الله كل التوفيق. ويعني هاي معانا الدكتور احمد الدوسي اللي هو عميد كليه الحقوق في هذه الجامعه اللي بنتعاون معها دائما. يعني هو بسمع هذه الرساله وبوصلها لطلاب الجامعه طبعا اللي بدرسوا عنده، واحنا كمان بنلتقي مع عمداء كليات الحقوق في الجامعات الاخرى برضه بنوصل لهم الرساله. جامعة الشرق الأوسط نعد القادة.